لكم النهارده، والنهارده في الكاتدرائيه بتاعه العذراء، المره اللي فاتت كانت في كنيسه اصغر، فيعني كل مره اجي الاقي حاجه مبهره اكتر. مفاجاه جدا، السكتش ده جميل جدا. فبما ان احنا لسه شايفين السكتش ان الصلاه هي اللي بتعمل كل حاجه، فانا عايزاكم تصلوا لي ربنا يبعت الحاجه اللي جايه لكم انتم بخصوص بنعمه ربنا. وشكرا على وسيله الايضاح الاولانيه، بس انا وسيله الايضاح بتاعتي رقيقه شويه. موضوعنا النهارده عن النفسيه الضعيفه. مش عايزه اقول لكم، عايزه اقول لكم على مفاجاه، ان مستر رشدي دايما يديني عنوان جديد لانج، حتى مش موجود على النت، مش موجود في اي حاجه خالص. ببقى سعيده ان هو بيفتح نظري لحاجه حلوه. حد فاكر المره اللي فاتت كان الموضوع عن ايه؟ السنه اللي فاتت زي الوقت ده؟ لا، ها عنوان جديد خالص، وساعتها قلنا موضوع جديد خالص بردك. حد فاكر؟ الفيس كان بيفكرني النهارده. ها حد فاكر؟ الحلقه المفقوده، وكان موضوع مهم جدا جدا، الحلقه المفقوده. كان على المشاكل الاسريه. النهارده بقى على النفسيه الضعيفه، وبرضك موضوع جديد لانج، يعني انا ولا عملت ولا حتى موجود على النت يا مستر رشدي، يعني مفاجاتك كتير. بس قد ايه موضوع مهم اللي هي النفسيه الضعيفه. بما ان انا بحب الايجابيه، فاحنا موضوعنا عن النفسيه الضعيفه، ومنه نطلع النهارده بالمناعه النفسيه. احنا محتاجين مناعه للكورونا، ومحتاجين مناعه نفسيه، ومحتاجين مناعه جسديه، فكل احتياجات كله للمناعه. هنيجي نتكلم عن النفسيه الضعيفه لقطه صغيره بس، اسمع منكم يعني. بلاش دي بتغششكم. حد يقول لي يعني ايه النفسيه الضعيفه؟ يعني ايه ممكن اطلق على حد اقول له نفسيتك ضعيفه؟ برافو برافو. اللي يوصل لمرحله ان يقول انا نفسيتي ضعيفه، ده قمه التقدم. يبقى احنا كده ده اللي في بعدها على طول يقول انا اقدر احل المشكله ازاي. في حد وراه؟ ثانيه ناخد اللي وراكي ونرجع لك. علي صوتك بقى عشان كلنا نسمع. ممكن اللي هي النفسيه اللي بتنكسر من اي تجربه. مستمع. النفسيه اللي بتنكسر من اي تجربه. اللي هي اي تجربه على طول تنكسر منها. دي الشخصيه الضعيفه، اللي هو الشخص اللي اي حاجه بتاثر فيه وما بيعرفش يرجع كويس زي الاول. يعني في ناس بتلكك. برافو. في ناس قويه بتعرف ترجع للحاله الطبيعيه بتاعتها، لكن في ناس ضعيفه ولا خلاص العالم انتهى في المشكله دي. برافو عليكي. برافو. معلش يا دكتور، عشان خاطر اللي يعني دلوقتي الخدمات كلها ياخدوا البسكوت، النفسيه الضعيفه بتاعت الخدام. لما خلاص انت كانت ثلاثه رجاله، باقي قصدي ثلاثه ستات، فاضل ثلاثه رجاله. ها يعني ايه نفسيه ضعيفه؟ ثواني يا جماعه بقى، ثواني. نكسب دول شويه، نكسب دول شويه، حرام عليك. ها نفسيه ضعيفه يعني ايه؟ كم واحد رافعين؟ الدكتور بيعاني من اضطراب الشخصيه، فمن اي شيء ممكن غير سوي، فده بيؤثر على الحاله النفسيه على طول. طب لو دخلنا في كلمه اضطراب شخصيه، بلازم اوديه طب نفسي، ما ينفعش معايا المحاضره النهارده. هو يعني ايه؟ احنا بنتكلم في المرحله اللي اقل من كده سنه، اللي هو ناس زينا، مش اضطرابات شخصيه، ناس زينا بس مش قادره تتحمل. لو جه مستر رشدي قال كلمه، يبقى يعني نهاره اسود. ابونا جه قال نعدل حاجه، ما نستحملش. خادم راح بص لي بصه، انا عايزه المستوى اللي هو على قدنا. انما اضطراب الشخصيه ده موضوع اصعب كتير. بس هو لو احنا بنتكلم، خلينا في ناس الغلابه اللي زي، لو تعرضنا، معلش اسمحي لي، لو النفسيه طبعا في اختلاف شخصيات، الاضطراب النفسي مش بنقابله ساعات وسطنا، يعني وسط شخصيات موجود في وسطينا، موجود، وده بيبقى ده محتاج علاج ومحتاج دكتور. يعني اسمحي لي، يعني برضه لازم نتطرق او نقدر ازاي نتعامل برضه مع الحالات دي، عشان دي وارده وبنشوفها. تمام. يبقى هنزود حاجتين، انا لما اعمل مع نفسي ايه، وانا لو قابلت حد عنده الموضوع ده اعمل ايه. خلاص نخلي بتاعت الدكتور دي نتكلم فيها مفاجاه في الاخر. ده احنا خلصنا، احنا فاضل اتنين رجاله. ثواني لو ما لقيناش هاجي الناحيه. مين اقدر اقول عليه؟ قال اني قلت صابونا حللني. اجي الناحيه دي يعني يا ابونا؟ خلينا الناحيه دي. طب اوكي عشان الوقت. الشخص اتفضلي حضرتك هتقولي ايه؟ برافو، دي نقطه مهمه.
الانسان اللي ما عندوش ثقه في نفسه اي توجيه او حي حد هيقول عليه. اتفضل. برافو. صح. برافو. تمام. انا موافقه طبعا في كل اللي قالته ده. نقطه مهمه في التربيه بتاعت الاولاد دي، نقطه رقم واحد. النقطه الثانيه اللي بتخلي الشخصيه ضعيفه، ممكن اكون كنت سوي وكويس وبعدين جيت بقى زي ما هنا في السكتش، الضغوط بتاعت البيت، الضغوط بتاعت الشغل، ضغوط في الكنيسه، ضغوط في الشارع، في المواصلات، تنشئ في الاخر بردك شخصيه ضعيفه. يبقى عندي من المنشا وعندي الحاجات اللي انا بقابلها من دلوقتي. نيجي ناخد لعبه حلوه كده صغيره. حد يقول لي الفرق بين كرة بتاعة البينج بونج وكرة التنس؟ أنا معايا اتنين. حد يقول لي الفرق بين الكرة دي والكرة دي؟ دي اللي صلبة ودي طرية. طيب ماشي. ماشي. واحدة تستحمل الضرب والتانية ما تستحملش. برافو، ده اللي أنا عايزاه. واحدة تستحمل الضرب، مع إن دي كرة ودي كور، نسقف له بقى. واحده تستحمل الضرب والثانيه ما تستحملش. بص، هو هجيب لكم الصوره اللي فاتت بتاعت كره البينج بونج. باينه ان هي جامده، هي باينه ان هي جامده، بس انا لو ضغطت عليها شويه هتتفعص. لما بنلعبها في اتنين والمساحه ايه؟ صغيره. ما تقدرش اضربها في الحيطه، ما اقدرش اضربها في حته بعيده. لو جه حد بمضرب قوي يضرب فيها مش هتعمل لي حاجه. لو جيت الكره بتاعت التنس الخضراء دي، تلاحظوا حاجه في الملعب، ملعب كبير ومضرب، ولو جبت لكم شخص الشخصيات، بص هو بيلعب بمنتهى العنف بيضربها، وتروح وترجع، ترجع لي سليمه، ما بيحصلهاش حاجه. واضح كده؟ عندنا كوره انا لو ضغطت عليها سنه دلوقتي انا هفعصة، مش هتعمل حاجه. دي تضربها لاخر الدنيا، اجيبها ناس قويه ما يحصلهاش ايه؟ حاجه. ده اللي عايزينه في اخر القعده النهارده. نروح كره بينج بونج ولا نروح كره تنس؟ مهم قوي. انا قلت لكم قبل كده، غششتكم عن التنميه، قرارات. انا بقرر لحياتي ايه؟ بقرر السعاده ولا قرر الضعف ولا قرر النفسيه الضعيفه؟ ده احنا عايزين نتكلم. زي ما قلنا المسببات كده، عندنا مسببات كتيره للنفسيه الضعيفه. جزء منها وراثه. ضحكوا على قصه الوراثه دي. في واحده كبيره نعرفها، وبعدين ابن بنت اخوها صغننه كده عندها 3 سنين. انا عارفه الكبيره، عارفه الكبيره كويس جدا، وشخصيه اللي هي كانت حساسه قوي، يعني خدنا وقت على ما الدنيا اتحسنت. فجت البنت الصغيره، هي 3 سنين او 2.5، لقيتها ماشيه قدامي، لقيت دي نسخه من دي، مع ان دي الخاله يعني، إيه لا مش الخاله، عمتها. فقلت لبابا على فكره، قلت له دي نسخه تيبيكال لعمتها، ده عايزين ندعم بقى ونشتغل من دلوقتي، مش هنستنى لما تكبر نشتغل عليها ونحسن منها. فجزء الوراثه ده موجود في حياتنا. يعني كتير تلاقي الاب عصبي او خجول او انطوائي، تلاقي اوتوماتيك طلع الطفل فيه من ولاده حد واحد طالع بنفس المواصفات. يبقى عندي جزء وراثه، عندي جزء التربيه زي المسألة ما قالت دلوقتي. والتربيه دي كانت زمان الطريقه دي، متهيألي دلوقتي بقينا عندنا وعي الكافي، عندنا دلوقتي في مشوره، عندنا دروس عن التربيه كتير، عندنا التربيه الايجابيه، ما بقيناش بالعكس. يعني الطفل دلوقتي اللي يقول لا ما ينفعش تكلموني كده، المفروض لا انا يعني الطفل نفسه ممكن يقول لك انا بحبك، يا بابا انا بزعل لما تعاملني بالطريقه دي. انما التربيه بتاعت زمان فعلا كنا بنربي بطريقه الكسره، يعني اكسر الضلع يطلع 24، لازم يعرف يقول ايه وما يقولش ايه. وكان في اسلوب كان صعب قوي زمان، ودول اللي احنا بنقعد نعالج فيهم نتيجه التربيه. ثالث حاجه دي اللي هنتكلم بقى فيها باستفاضه، ان ازاي ابقى كورة تنس، ازاي ابقى عندي مناعة نفسية. ممكن ندي امثلة بردك للناحية اللي هي النفسية الضعيفة، او ازاي بيحصل ردود افعال مختلفة.
كتير ساعات في بيت كده تلاقي متجوزين اخوات مع اخوات، اتنين ستات اخوات مع اتنين رجاله اخوات، تلاقي الرد فعل بيت كده سكين في نفسه حلو والدنيا كويسه، وتلاقي الاخت التانيه مش منسجمه ومتضايقه وبتعلق على كذا حاجه، ولو عندها اختها الاكبر دي عقلها هتعقلها، انما لو اتنين ممكن تبوظ الاولانيه. نيجي في مجال الخدمه، ودي حقيقي بقى، يعني في شخصيه انا عارفاها كويس قوي، في كنيسه كده يقول لك ايه بتطفش الخدام، الكنيسه دي مش عارفه ليه، وتلاقي الخدام يطلعوا في كنايس تانيه يبقوا حلوين قوي وعاملين نشاط فوق الرائع ما يتوصفش. طب يا ترى ايه اللي حصل؟ ما سمعت الجمله دي من احد الناس، يعني ايه كنيسه بتطفش خدامها؟ ما فهمتهاش. المهم قابلت خادمه من الخدام اللي ما طفشتش، ما سابتش الكنيسه، فحكيت لي على موقف. قالت لي احنا بنيجي في الاجازه عارفين المهرجان، ففي دراسه كتاب وفي حفظ الحان وحفظ تزاحه. المس دي كانت بتاع دراسه الكتاب، وكان ابونا متصل بالفراش قال له اللي يجي لك قول له روح النهارده مفيش حد يشتغل. فجت الخادمه دي ابونا اللي مربيها، يعني لما جه الفراش قال لها ابونا قال كله روح، قالت اكيد قصده عشان الاجتماع اللي هو اللي فيه بنات وولاد كان لسه موضوع جديد، فابونا مش مرحب بحكايه بنات وولاد في اجتماعات المشتركه دي بتاعت الجامعه، كان لسه كده موضوع جديد يعني. فما خدتش بالها، مش معقوله ابونا مش عايز دراسه الكتاب نعملها، اكيد قصده على حد تاني بس الفراش مش فاهم. وراحت خدت البنات خمسه ابتدائي وطلعت ادت الدرس بتاع دراسه الكتاب، كده في حاجه غلط، الكيسه اللي هي بتطفش الخدام. المهم راحت نزلت، بعد ما نزلت جه ابونا قال له ايه اللي حصل؟ قال له مس فلانه انا قلت، قال له انا قلت لها بس هي خدت العيال واديتهم دراسه الكتاب. راح ابونا طلع قرار ان المس ديت محرومه من الخدمه لمده اسبوعين. نيجي للمس اللي محرومه من مده اسبوعين، ايه حكايتها دي؟ المس ديت اللي ابونا مربيها مؤدبه قوي وكويسه قوي، يعني مفيش. وبعدين ايه المصيبه اللي انا فيها دي؟ ده انا خدت حرمان اسبوعين. طب انا جوزي اصلا مش راضي يوديني الكنيسه وانا بخدم بالعافيه، يعني انا لو قلت له انا محرومه اسبوعين ده هيزغرط ويبارك يا جامع وعودي، واصلا معروف ان هو ابونا عمال يطفش في الخدام. يا ترى تعمل ايه الخادمه دي؟ نفسيه ضعيفه ولا نفسيه عندها مناعه؟ تتوقعوا ايه؟ حد يقول لك توقعات، عايزه حد واحد ياخد بسكوته. حد عندها مناعه؟ اتمنى نشوف ايه اللي حصل. راحت سكتم بكتم الاسبوعين، تفهموش اتلككت بايه، عملت ايه لجوزها او ما خدش باله. المهم عدت الاسبوعين وما فتحتش بقها خالص، ما قالتش المخلوق ان هي يعني من ان هم عايزين مش عايزينها تروح الكنيسه، انما اكيد الكنيسه كلها عرفت، يعني اكيد كانت فضيحه بجلاجل. وخلصت الاسبوعين ورجعت تاني الخدمه، ولا كشرت في وش ابونا ولا عاتبته ولا فتحت بقها، وعادي كملت خدمتها عادي، فضلت موجوده في الكنيسه دي مع ان الكنيسه عماله تطفش ايه الخدام. لما جيت بقى بعد كده سمعت الحكايه دي وشفت الخدام التانيين، يا ترى هي اللي صح ولا الخدامه اللي طفشت هي اللي صح؟ يا ترى كان من حقها ان هي تتكلم وتقول لا ده ابونا بنفسه، يعني اكتر من كده ايه؟ عجبتني قوي القصه دي، ولما جه استاذ رشدي اتكلم استحضرت القصه دي في دماغي قوي، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي في العلاج بقى. يعني دلوقتي هي من حقها تعمل اي حاجه، مع ذلك انتم مبسوطين ان هي ما سابتش الكنيسه ما سابتش الخدمه وكملت، في حين ان معظم الناس سابت الخدمه ومشيت. الكنيسه يعني ربنا عمره ما هيسيب بيته وعمره هيسيب ولاده، دايما هيتولد وهيتوجد ناس جديده، بس مين اللي خسران؟ اللي مشي، اللي مشي هو اللي خسران، هو اللي ساب المكان اللي اتربى فيه، وهو لقى خدام كبروه وربوه، وهو ما عملش الجميل اللي اتعمل فيه في حد تاني، اتلككنا. فده اللي بنسميه بقى ايه اللي انا عايزه اتكلم عليه النهارده، النفسيه الضعيفه اللي بتتلكك. انت جاي تخدم ربنا ولا جاي هنحط بادجي كده احنا خدام؟ لما يجي لي عريس خادمه في الكنيسه بتاعت العضله القدريه دي ده بتخدم هناك، ولا انا عشان لما اتخانق مع جوزي اقول له انت عارف انا مين؟ ده انا خادمه في الكنيسه. او جوزي لما يجي يكلمني انت ده انا امين خدمه في الكنيسه. لا، احنا بقى عايزين اول حاجه انا جاي اخدم مع ربنا مش جاي اخدم عند حد. عارفين كده اكتر حاجه في وظيفه الحكومه ميزه ان احنا كلنا بنقبض من شباك واحد، يجي المدير يهدد الموظف انت على راسك ريشه، يعني ده احنا كلنا بنقبض منين؟ من شباك واحد، يعني ولا تفرق بقى الرتب دي كلها في حاجه غير القطاع الخاص. المدير او صاحب الشغل يقدر يقول لي مع السلامه، ما اقدرش اعمل حاجه، انا هنا كده
انا جاي اشتغل شغلة حكومة، انا بقبض من شباك واحد، انا جاي اخدم مين؟ امين الخدمة يزعق لي، يضايقني، يخليني اغير الخدمة، ابونا يكشر في وشي، تقولوا لي في ايقاف اسبوعين ولا 3 اشهر. احنا كلنا ايه؟ خدامين جايين هنا نخدم. يبقى اول نقطة عشان اعمل مناعة نفسية ليا في الخدمة، انا جاي اشتغل عند مين؟ ايه؟ عندها يعني انا لو قعدت اتغزل فيها دي يعني في مره كده بعرفكم عليها. يبقى اول حاجه ان انا جاي اخدم عند ربنا، وجاي اخدم عند ربنا زي ما شفنا السكتش نشبع بين بمين؟ بربنا. وفي جمله تانية بحبها قلتها لكم المره اللي فاتت، اللي هي لو حد فاكر، اشكرك يا رب كل مره احضر درس او انزل افتقاد او اجي اجتماع الخدمه، اقول له اشكرك يا رب، لان انا ما استاهلش اصلا اكون مع دول، بس انت اللي حبيت بطرس وحبيت يوحنا وحبيت متى وحبيت العشار وحبيت الخاطي، فانت حبيبني وهتخليني زي ايه؟ دول. يبقى اول حاجه بالنسبه لي كمناعه نفسيه اشبع بربنا عن طريق اشكرك يا رب، وكلنا بنقبض منين؟ شباك واحد. مش عايزاكم تنسوا دي. تاني حاجه تخلي عندي مناعه نفسيه ان انا يكون ليا رساله. يعني ايه يكون ليا رساله؟ مش جاي كده الصبح وامبارح وبالليل والشغل والبيت والعيال والفلوس والحياه اللي انا فيها، لا. كل واحد فينا خلقه لرساله، خلقه لهدف، لحاجه يعمل فيها بصمه في الدنيا، يمشي كده. عارفين اليومين دول تلاقوا على الفيس كده قصص حياه بتتكتب، فلان ده اللي علم مين الالحان، وفلان ده الدكتور اللي كان ب 20 جنيه وكان غيره ب 200 جنيه، فلان ده الشماس مش عارفه ايه. اليومين دول مجد ربنا عمال يظهر في قصص مكتوبه قدامنا حقيقيه، ناس سايبه بصمه. يعني في كام اب كاهن وكام اسقف وكام احداث انتوا جايبين النهارده انبا كراس، جمل بتاعت الانبا كراس. يا ترى انا ليا بصمه ولا لا؟ انا ليا رساله في الحياه ولا ماليش؟ طب ولو مش عارف، انتوا كل اللي بتعملوه في الخدمه هنا كلكم ليكوا بصمات. كام طفل عدى من على ايديكوا وكبر وجي قال لك انا متشكر منك، انت نقصتني، انت جيت ووديتني رحله غيرت حياتي، ابونا قال وعظه حولتني من كذا لكذا. كلنا بدون ما ندرى شغالين شغلانه احنا مش زرانين بيها، دخلناها كده صدفه. بس اشكرك يا رب ان احنا دخلنا. بس بعد ما ادخل انا متاكد ان ليا رساله وشغال عليها ولا مش شغال عليها؟ دي النقطه المهمه. لما تيجي بقى عقبه في الخدمه هتلكك ولا لا؟ ده انا عندي رساله، ده انا ولادي في الخدمه لما بيشوفوني اصلي بيصلوا زيي، ولادي في الخدمه بيشوفوني بتكلم بصوت واطي او بحترم زميلي او ان انا بحب الناس اللي حواليا اللي بيضايقوني هيعمل زيي. اول ما الشيطان يوسوس كده اللي كان عامل لجورج هنا يتكلم معايا اقول له لا، استدعي كل حاجه حلوه عدت، كل حد اتاثر في حياتي، كل ولد او بنت او بيت دخلته في الولاد وسبت سلام في البيت ومشيت، كل اصحاح وايه قريتها في بيت من الولاد بتوعي افكره بيها اقول له لا ابعد عني. انا ممكن 10 شهور بخدم اي كلام، بس على مدار السنه في شهرين خدمت صح، الشهر كله كان ضايع بس في يوم صليت صح مع حد في الخدمه وعملت اثر. واضح؟ يبقى اول مره واول حاجه تخلي عندي مناعه نفسيه ربنا اشكرك يا رب، كلنا ايه؟ نقبض من شباك واحد. نمره 2، انا ليا رساله وليا دور، وبيبان قوي في مدارس الاحد في الدرس اللي بقوله، وعلى قد ما هعيش الدرس اللي بناخده من اسبوع لاسبوع على قد ما الصدق والحب والطاقه تطلع مني للولاد اللي انا ايه بخدمهم. طب نيجي ايه تاني ممكن يخليني عندي مناعه نفسيه؟ العلاقات الانسانيه، حب وقبول ومسانده وتشجيع. الكتاب اللي قريته قال لي لو ما قلتيش دخلي دول اعرفي ناس جديده، صاحبي حد جديد. طب ليه ما نعرفش نعمل دول؟ عارفين ممكن حياه انسان تتغير بكلمه تشجيع واحده بس؟ يعني ممكن حد واحده يقول لها انت تخينه تخينه، عشان انا تخينه صراحه بحاول اعمل رجيم كتير، حد يقول له انت تخين 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 روح ينتحر، وحد تاني يقول له لا انت عندك اراده قويه انت تقدر تخس انت تقدر تعمل، بطل عيش والمكرونه وشوف النتيجه لمده اسبوع هتعمل ايه. يعني ممكن كلمه تودي شمال كلمه تودي لخطر. ولادنا كده عمل موقف غلط في المدرسه والمس عاقبته وعمل وعمل، جه البيت لا يا حبيبي انت ناسي امبارح وضبت معايا السرير، انت شاطر وعندك استعداد، فاكر امبارح لما جبت مثلا الدرجه الفلانيه جبت 5 من 10 تقدر تجيب الستة
من 10 لو ذاكرنا النهارده شويه. حتى في مجال الخدمه انتوا هنا اهو بيقول في السكتش كان 2-3 مع بعض والخادم اللي معايا عمال ماسك الموبايل. لا، الخادم اللي معايا لو قلت له ايه انت وقعت كده، ايه انا حضرت، انت ما حضرتش، بس صللنا ان ربنا يدي كلمه زي السهم تخش قلب العيال. اصلي لك؟ اه تصلي لي. ايه ده، انا كنت ماسك الموبايل، روح شايل الموبايل وابتدي ايه اصلي جوايا. ازاي انتقي كلمات تخلي اللي حواليا تتغير، تخلي اللي حواليا يبقى سعيد ومبسوط. النهارده السكتش الجميل بتاع الشباب ده انا مبسوطه منهم جدا. لو كلنا عبرنا عن سعادتنا المره الجايه كان هو كان رائع، بس هتلاقيهم ايه مش يحسوا ان هم بيضيعوا وقت، المره الجايه يبقوا احسن ويجيب معلومه تانية ويعمل اكتر، لان لقى منينا ان احنا انبسطنا، واللي عيط واللي حس انا جسمي اشعر فيها الجمل اللي حصل دي كلها. ازاي كل حد نقدر نشجعه لما نتعود على التشجيع، نتعود على الكلام الايجابي اللي حوالينا، عامله زي كوره كده اللي بتصدها وترجع لك تاني، هتجيلي، هسمع انا كمان كلمه تشجيع، هسمع كلمه حب، هسمع مسانده، هلاقي اللي يبص في عيني يحس بيا ويطبطب عليا. الجمل دي بتدي مناعه نفسيه حلوه جدا، بتدي قوه. يعني تبقى مثلا البنت جايه من البيت وجايه لكم مدارس الاحد وسمع جملتين حلوين من بابا على اخوها على اختها، لو جت المست بتاعت الكنيسه هنا وطبطبت عليها، الله انت عامله شعرك بطريقه مهندمه قوي، يا الجمله دي بعد شوال جمل غلط هتحبك، هتدور عليكي، هتكلمك في التليفون، هتقبل منك التغيير، هتقبل منك انك تقول لها تروح تعترف، هتقول لك على المشكله اللي دفناها جوه. مجرد ان انت اديتي بس ايه تاتش صغنن على ملامح وش او على هدوم متهندمه نظيفه، اي حاجه هتتلككي تقوليها كلمه هتفرق في اللي قدامك بكل الطرق. مش عايزه اقول لكم لو الراجل بيقول للست في البيت كده هياخد عينيها، ولو انت بتقولي له كده على طول كل يوم هيفضي جيوبه ويجيب لك اللي نفسك فيه. دي بتفرق في البيوت كتير جدا، تحل مشاكل كتيره. اتفقنا؟ نحفظ بقى تاني. يبقى نمره 1 اشبع بربنا، نمره 2 ليك دور، نمره 3 نقول كلمه حلوه، خلاص تشجيع. ماشي، نمره 4 بقى خليك مرن، اكسر المألوف. كنت بحضر حاجه حلوه عايزه اقول لكم على الموضوع ده، خليك مرن. في مره كده ايه خادم برضه، خادم بس من شبر، كان بيتكلم معايا، عنده ولد وبنت، والبنت كبيره وبيحبها قوي وحساسه قوي ورقيقه قوي. اللي واخد حقه في البيت الواد. بقول له طب ليه واخد حقه؟ قال لي مع انه يعني الولاد كده ليهم جراءه ورخامه شويه ويعملوا غلاسه شويه عن البنات. قال لي هي اقول لها لا مش هعمل تتقمص وتكشر. الواد اقول لا مش هعمل الاقيه بيزغزغني، يا بوب انت جميل وانت امور، يا بوب وانت حبيبي، يروح ياخد عينيه وياخد اللي في جيوبي. قلت له بالرقيقه اللي بتتكسف تقوم ما تعملهاش. قال لي طب اعمل ايه؟ ده رد فعل وده رد فعل، غصب عني الولد خلاني اضحك واعمل اللي هو عايزه. نفس الطرق دي لو عملناها في الخدمه، احنا يعني دايما يعملوا في الخدمات رحلات كده واغابي واكل عشان نكسر الحديه الغربه اللي بيننا وبين بعض. عندنا في مرمورس الموضوع ده فظيع، يعني بعد ما يخلصوا خدمه يطلعوا مثلا على كويدر بتاع الايس كريم، انا ما اقدرش اتاخر بالليل اقول لهم، يقول لي انت اه، اقول لهم انا عندي الباب بيقفل بدري، روحوا انتوا، بس ايه ممكن اعمل معاكم الكلام ده الصبح، عادي نجيب كيسين موز كده. كان عندنا في خدمه الكرازه ولد بيحب الموز، الولد ده في رابعه، كان ثالثه ثانوي، ودول اصغر اثنين معانا في الكلاس بتاع الكرازه، وانا الموز بتاع الموز قدام الكنيسه، بدل ما اشيل حاجه من بعيد اروح جايبه شنطه موز واروح، يلا يا فلان، مش هقول على اسمه بقى، الموز، وياخدوا هيضحكوا وناخد الموضوع بتاعنا مواضيع معقده وتقيله كده بتاعت الكرازه وعقيده، حاجات صعبه، بس قصه الموز تكسر الحده وتخلي ايه في الفه، وبقينا مبسوطين لما نيجي نعلق مع بعض على الواتساب نبعت موزه عشان نفتكر الموز اللي كنا بناكله. عمل جو حلو، انتوا رايحين امسيه بكره وواثقه ان الحاجات دي كلها بتتم، بتكسر المألوف. لما يجي حد بقى يجي خادم يعدل عليا، ما احنا في الفه بينا. ماشي يا عم عايز دي، حاضر انا هعملها لك، وبعدين تدفع كام بقى؟ بدل ما اخدها هو ليه بيكلمني بالطريقه دي؟ هو عايز مني ايه؟ هو فاكرني ايه؟ لا، بدل ما ديت، عشان احنا بنخدم عند مين؟ ربنا. مش هتلكك، هشوف اضحك ازاي، ابتسم ازاي، هطلع بنبنايه ازاي، ايه اللي اقدر اعمله اكثر الحاجه الجديه اللي ممكن تبوظ الدنيا. ما الحوار ده لو خدناه متنشنين مع بعض، وانا قلت لك تعمل الحاجه الفلانيه وانت ما عملتهاش واخرتنا والمتكلمه جت، هو اتكلم نتيجه شده الموضوع، انا لو رديت عليه بنفس الشديه واحد فينا هيسيب الكنيسه. لا،
يا عم روق بس، ما انت عارف يعني، ما نقول لها دقيقتين كمان مش هيجرى حاجه ونضحك نبتسم. يبقى انا كده غيرت الايه؟ هم عملوا فيها الحركه دي دلوقتي. بفتن عليهم انا صح؟ بالعكس انا انبسطت لما اتفرجت على السكتش، وايه المشكله مثلا 10 دقايق بقت نص ساعه، بس انا بقيت مبسوطه وخدت كمان، لقيت ان ربنا بيدي الموضوع ده يتقل اللي انا جايه اتكلم فيه. يعني كنت هاخد وقت كبير جدا عشان اقعد اقول لكم على المشاكل، لا احنا خدناها بطريقه ظريفه. يبقى انا اخد الوقت اكتر في الحاجات الايه؟ الايجابيه. يبقى هنخليك مرن واكسر المألوف ونعمل زي الولد اللي مع بابا كده، يا بوب مش عارفه ايه الجمل الجميله الجديده اللي على الساحه دي. اتواصل بفعاليه مع الناس واتعلم نحل المشكلات وسط فريق. يعني عشان احنا في خدمه ازاي نفكر كلنا مع بعض. يعني لما يجي الخادم يواجه حاجه الخادم ما يواجههاش لوحده، نعمل كده مجموعه، نجيب اتنين، واحد كده انقي اتنين تلاته، واحد عنده مناعه نفسيه، وواحد ايجابي، وواحد لذيذ كده وفرفوش، وواحد اللي عنده المشكله، ونقعد احنا نجيب الاربعه مع بعض واقترح الموضوع. هتلاقي اللي هو بيفرفش ده بيهرج، والتاني الايجابي هيعرض حاجه حلوه، يوم التالت او الرابع اللي انا عايزه اعدل معاه المشكله هو نفسه ما يحسش بالموضوع. واضح كده؟ بردك هتلاقوا هنا في السكتش بابا عنده مشكله، فماما بدل ما تنطرشق بيض في بعض راحت جابت مين؟ البنوته. تعالي شوفي بابا. طبعا البنوته دي حبيبه بابا، يعني حتى لو بابا لخبط مش هيلخبط قدام البنت، حتى لو بابا عمل حاجه البنت هتتدلى عليه وتقوم تبوسه. يبقى نعمل ندور على الحكمه في اداره المواضيع اللي تخصنا في البيت، في الشغل، في الخدمه، في كل حاجه تقابلنا. مش حديد بيخبط في بعضه او تروس مكسره عمالين نجبرها تلف، يبقى مش هنعرف نعيش. يعني انا مسلكه مشاكل في البيت، لما هعرف اروح مزوده مشاكلي في الخدمه؟ طب ده ببلاش، يعني مفيش حاجه تجبرني ان انا اخدم، انا جاي اخدم عشان عندي رساله، فما تلككش. يبقى ازاي نعمل اداره لحل المشكلات في صوره ايه؟ جماعيه. نتعلم ندير مشاعرك ولا يجعلها تؤثر على قراراتك. ازاي ادير مشاعري؟ ازاي الاول اعرف مشاعري؟ دي نقطة كده يمكن معظمنا أو جزء مننا عنده، دي وقعة، السلة دي وقعة. أنا مكشر ومتضايق بس مش عارف متضايق ليه. واللي بيقول أنا متضايق ليه ده بيبقى برضك نقطة حلوة، لأنه حاسس إن هو متضايق. إنما ساعات كده نقفل ونكشر مش عارفين مكشرين ليه. أنا مش عارف إيه اللي حصل. ودي بقى مش عايزة أقول لكم أسبابها كتيرة قوي. يعني ممكن أنا وصغير قابلت حد كان شرير معايا وضايقني ونسيت الحدث. جيت النهارده انا وجايه قابلت حد في الناس اللي قاعده دي شبهه تيبيكالي، رحت انا اتاخرت وقلبي انقبض، بس انا مش عارف، انا مش هفتكر اللي حصل زمان صح. بس المشاعر دي عمرها ما بتتشال، بتفضل مخزنه. ممكن انا كمتكلم كده حد جه وعمل حاجه قبليه وفي نفس الكاركتر بتاعي، فحد ممكن يقفل دلوقتي ما يسمعليش كلمه يبقى عايز يمشي. واضح كده؟ فمهم قوي لما احصل انا تحصل لي قفله بالطريقه دي اخد مكان لوحدي. انا قفلت ليه؟ طب ايه اللي ضايقني؟ ما هو انا لو سبت نفسي بالقفله دي واتعاملت مع حد هعمل مشاكل بالهبل. وبعدين بعد ما اقعد، هو انا عملت مشكله ليه؟ وانا ضايقت مين؟ هو ايه اللي خلى الموضوع اتطور بالطريقه دي؟ هو ما حصلش حاجه. اللي حصل ان انا جاي بمشاعر مش حلوه وانا مش عارف ان انا عندي مشاعر مش حلوه. ممكن بقى المشاعر دي جبتها من البيت، ممكن قابلت حد ليه ذاكره قديمه مش حلوه، ممكن حلمت حلم مش حلو بس صحيت الصبح ناسيه كل حاجه، ولعت التلفزيون شفت الاخبار الجميله قبل ننزل والكورونا مش عارفه قفلت فين وفين، والفيس دلوقتي بقى 50 واحد ميت على الفيس عمالين نعزي الناس بقت حافظه الصور. مهم قوي اول ما الاقي في عندي مشكله في مشاعري اروح كده لوحدي واعدل الموجه. عارفين كده الراديو بتاع زمان اللي بنعمل بيه الدايره ده ونقعد نظبط الموجه تبقى مشوشره ونعدلها؟ طب يعني ايه بقى سعادتك نعدل الموجه وانا عندي فعلا مصيت 50 مشكله جاي بيها؟ اعدل الموجه دي ازاي؟ احنا خدنا اول حل هنا ايه؟ نصلي. اول ما اصلي انا جاي اشتغل معاك يا رب، هشتغل. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى في التنميه بنعملها بقى حلوه قوي، ان انا اجمع كده في ذاكرتي، دايما احتفظ في الذاكره بتاعتي بيوم كنت في قمه الحياه الروحيه، في كنت سمعت قداس روحاني كده وقعدت اعيط واصلي من قلبي، او ان احنا كنا في حاجه في الكنيسه وكان فيها بهجه وضحك ويا اتغسلت كده من كتر الضحك. اروح جاي على جنب كده واستدعي اليوم ده،
هلاقي نفسي اتبسطت وضحكت ونفسيتي ارتاحت مع صلوه حلوه وارجع اخش المعمل ده تاني انا لقيت زي الفل. هضحكوا. هقول لكم على حاجه حصلت معايا بالظبط يوم، لا مش عايزه انيمكم، هصحصحكم تاني، هصحصحهم تاني. يوم الاربع، الاربع اللي قبل اللي فات، انا بدي في سن ارساني مع انبر رفائيل محاضرات في اعداد قاده. الكورس ده على مدار سنه بغير ناس كتير قوي، وببقى يعني اليوم ده بقى في منتهى السعاده انا ورايح الكورس ده. المهم اليوم ده حصل ايه؟ انا كنت واخده ميعاد المفروض الاربع اللي جاي، فالضيف المتكلم اللي رايح حصل عنده حاله وفاه، ف يعني استاذنه نبدل. المهم انا عارفه ان انا عندي اليوم ده مفضياه كله عشان اروح كده ايه مصحصحه ومحضره حلو كده ورايحه يعني عشا على عشا. فلما بدلت في يوم بقى عندي ايه في مشاكل متزوجين الصبح في اليوم ده، فبيبقى عندي حالتين ثلاثه مثلا، فاخترت اليوم ده. قلت لي نهارك ابيض، انا اليوم ده انا بروح عندي صداع وتعبانه والمشاكل بتبقى صعبه قوي. قالت لي معلش حاولي. قلت طيب اكيد ربنا اختار الصالح، مش هعترض، وافق. فاليوم ده عندي مشكلتين صعبين جدا جدا، ومروحه سخنه وعندي صداع. الموضوع ما وقفش عن كده، الشيطان حلو قوي على فكره بيعمل مصايب. ابني جه الساعه 4 جاي مضروب ومتعور وشفته كده ايه مفتوحه من جوه، وبابا شافه واخوه التاني شافه. المهم الولد قلت له، حاولت اجرجره ما عرفش يقول حاجه. بفتح الظرف بتاع المدرسه لقيت تقرير طبي. يا نهارك ابيض ايه اللي حصل ده؟ فراح حكالي. فبابا اتضايق واخوه التاني اتضايق، فالاتنين عايزين يعملوا مشكله. طب ابعتي على الجروب الامهات الولد اتضرب والولد مش عارفه ايه. وانا بلبس ورايحه كورس 3 ساعات، هروح المفروض هبدا من 7 مثلا لغايه الساعه 9، والمفروض 7 الا ربع، حرام عليكم. فرايحه البس ارضاء ليهم، يا جماعه ابني متعور ايه اللي حصل؟ وانا ايه بردك ايه ضغطي عالي اكتر وسخنت اكتر. يا رب انا هروح اتكلم ازاي؟ يا رب انت عايز ازاي هعمل؟ وهروح بعربيتي وهسوق مكان صعب عند الترجمان، حته صعبه كده في الموقف، موقف الترجمان عند الصحافه، مش سهله انا بتوه فيه كمان يعني. فالمهم ايه، كان اختبار حلو من ربنا. المهم عملت لهم اللي هم عايزينه، بعت الشكوى. بص اليوم عامل ازاي؟ نيجي بقى عايز اروح بقى ايه اتكلم في موضوع مهم، وكان عن التفكير الايجابي. ونعم اختيار الموضوع صح، محاضره حلوه جدا عامله بابا انت حاجات حلوه قوي. المهم المكان ده غالي عليا، وببقى سعيده جدا معاهم، وبشوف ايد ربنا في الناس اللي قاعده. لاني اول الكورس اول ما بيروح اول محاضرتين ثلاثه الخدام اللي جايين على مستوى القاهره، مش القاهره بس، كمان في ناس كانت بتيجي من المحافظات. الناس التعب والالم على وشهم، الحزن باين، بشوف في المحاضره كده والخطوط من هنا، وحاجه صعبه قوي. وباجي اروح الترم الثاني الاقي الابتسامه، تسريحة الشعر مختلفة، اللبس مختلف، الإيجابية لطريقة، والصور باقي. أنا بقيت بروح الكورس السنة اللي بعدها أقول لهم يا جماعة احتفظوا بأول صورة واحتفظوا بآخر صورة. فقد إيه لما بنتعمق في العلاقة مع ربنا وأعرف أدير مشاعري وأعرف إيه اللي المفروض أبقى أعيش بطريقة إيجابية، إزاي ببقى إنسان تاني. بصوا أنا ده بمناسبة إيه المشاعر البايظة دي، فأنا لما رحت وقفت على المكان ده لأن الذكريات كلها حلوة عندهم، لقيت نسيت المشكله ونسيت ده ونسيت ده. لقيت نفسي ببتسم والناس يقولوا لي ايه ده انت بشوشه ضحكتك جميله. قلت له ما انتش عارفين فيا ايه اصلا. المهم عكيت في الكلام شويه، حركت وانا ما بهركش، والمركز ده المفروض اقول زي الفل، قلت زي الزفت. وراحوا ضحكوا، قلت لهم شفتوا بقى الحمد لله ربنا ستر، ودي كنت ضحكتوا. قد ايه فرق مع الناس ان هي انبسطت، قد ايه انا كمان كنت سعيده وقدرت اغير المشاعر اللي انا رايحه بيها. ورجعت واحدة تانية البيت وغيرنا الموضوع، لقيت جوزي بيقول لي الله ده انت الجملة اللي بعتيها للأولياء الأمور دي جميلة جدا وعاقلة جدا وما لطشتيش في حد، بالعكس اتكلمنا بطريقة تخلي تساعد على حل المشكلة، والمشكلة عند المشرفات مش عند العيال اللي ضربت بعض أو اللي زقوا ابني، المفروض يبقى في إشراف أكتر من كده. فلو اتعلمنا ندير مشاعرنا أتحمل مسؤولية المكان اللي أنا رايحة له، أنا رايح أعمل إيه؟ أنا رايح أقدم كلمة ربنا، مش رايح أحكي مشاكلي، سوري على اللي أنا حكيته ده يعني. فانت جاي مدارس الاحد، انت جاي يوم الخميس اخر الاسبوع بننظف وبنعمل، وبابا عمال يجيب طلبات وانت عماله تعملي مش عارفه ايه في البيت، وصحي الصبح قداس ومدارس احد واجتماع اللي انا مذنباكوا فيه دلوقتي، وبعدين تروحوا تجهزوا وشغل يوم السبت والواجب بتاع العيال. اه احنا كلنا عندنا ده، بس في حاجه اسمها اداره المشاعر، في حاجه اسمها ربنا ممكن يخليني اتغير في لحظه،
يخليني مبسوط. هديكوا عصفوره صغننه، عصفوره قد كده اهوت. دلوقتي احنا لما نكون بنتكلم في بنتخانق كده، يعني استدعوا الخناقات بتاعتك انت وجوزك كده وانت استدعي الخناقه مع المدام، بنعمل يجي لنا التليفون يرن فبسمع اقول الو، بنسى اللي كان واقفل. طب احنا كنا بنقول ايه؟ مش فاكر، انا مش عارفه احنا كنا بنعمل ايه قبل المكالمه، موضوع مهم كنا هنكمله اتنسى. فباستمرار اول ما تجيني المشاعر السلبيه دي نعمل ايه؟ العصفوره، نصلي، نركن على جنب، نفتكر حاجه حلوه في حياتنا، موقف جميل، كل ده ايه؟ ينتهي. خليك واثق في نفسك، شوف نفسك بشكل ايجابي، تقدر تساعد الكل. خلاص مش هطول عليكم عشان انتوا وقتكم خلص، بس انا يكفيني ان احنا نحفظ الكام جمله اللي قلناها. اشبع بربنا، اقول له اشكرك يا رب ان انت بتخليني اخدم، اشكرك يا رب ان عندي بيت، اشكرك ان عندي جوز، اشكرك ان عندي عيال، اشكرك ان انا في كنيسه جميله، انا قاعده اتفرج من الصبح موجوده في مكان جميل زي ده، يا رب انا ما استاهلهوش. يبقى كل ده نشبع بيه ايه؟ بربنا. نمره اتنين، حد يفكرني؟ يفكر. ها؟ عندي هدف ورساله، انا جاي اوصل ولادي للسماء، بيتي للسماء، كل حد اعرفه انا عايزه اوصله للسماء. ثلاثه، المدام دي، ها؟ التشجيع، في مقاله هتنزل في اخر الشهر عن التشجيع، مع بعمل بحث كبير عن تاثير التشجيع على الاطفال والكبار، بس هناك، ها؟ ايه؟ مرن، المرونه وازاي اكسر الحواجز، وممكن انكت وممكن ايه اهزر، ها؟ استني بس الرجاله قبل ما انت، في حد عايز يقول هنا؟ في حد عايز يقول هنا؟ احنا ادينا للدكتور في اخر بسكوتيه، في حد عايز يقول؟ جورج ده اللي عمل السكتش اللي في الاخر خالص؟ اللي عمل السكتش ده صح؟ ايه؟ مهندس اه اهو هناك لابس نظاره ده، عشان ده عمل نص الشغل اللي انا كنت هبذله. انا سعيده ان كنت معاكم، شكرا ابونا يوحنا، وشكرا ابونا انطونيوس، وربنا يخليكم لينا، وشكرا لاستاذ رشدي. اخد دول؟ اخد دول. احنا قد ايه مبسوطين النهارده، كتير جدا. عموما